قبل ما اطلع الحلقه ديت كنت بطلب من الانتاج ايتم كده من الحاجات اللي انا بطلعها هنا دي، حاجات ب 200 جنيه اقول بصراحه كده مش هينفع عشان طبقنا فقه الاولويات. ايه فقه الاولويات ده؟ شرحوا لي بصراحه طلع الموضوع معاهم حق فيه. خلاصته ان انت بتحدد مصروفاتك على اساس اولوياتك، بدل ما هنصرف 200 جنيه على ايتم نطلعه من هنا نضحك بيه المشاهد، لا نصرفهم على تطوير كاميرات، نصرف حوافز للموظفين فيجتهدوا اكتر. فانا بصراحه احترمت فكر الانتاج. الو، عايز اعمل اوردر لو سمحت. ايه يا جماعه؟ عايز اعمل اوردر ب 200 جنيه شاورما لو سمحت. سوري يا جماعه معلش، الانتاج بيعمل اوردر بس 200 جنيه شاورما؟ مألوفه يا جدعان 200 جنيه شاورما ولا ده فقه الشاورمات؟ المهم يعني وانا طالع الحلقه قعدت اقول، وانا سمعت فقه الاولويات ده فين قبل كده؟ سمعت فقه الاولويات فين؟ افتكرت ان كل الدول الاقتصاديه الكبيره بتطبقه، وسالت نفسي هل مصر اللي ديونها وصلت 162 مليار شغاله فقه الاولويات ولا فقه الشاورمات؟ اخر قرار الحكومه خدته بيجاوب على السؤال ده. الحكومه عشان تحل ازمه الديون سالت نفسها مين الكيان المسؤول عن الفلوس في مصر؟ البنك المركزي. قالت بس يا جدعان يبقى المشكله هناك، احنا نعمل بنك مركزي جديد في العاصمه الاداريه. بصوا بنك على البلاطه، حرفيا ده على البلاطه وداعا للازمه الاقتصاديه. بعد نجاح تجربه الدوله في البنك المركزي القديم قررت تعمل منه فرع تاني عشان اللي فاتوا بتوعهم هناك يقدر يلحق الإعادة. طب هل البنك الجديد ده هيبدا من الصفر مش عليه حاجه، ولا هما بيغيروا عتبه يمكن الازمه تتحل؟ بجد حد يفهمنا. انا قعدت افكر ايه اللي ممكن نستفيده من البنك الجديد اللي هو اصلا ما فيهوش فلوس، بس في الاخر توصلت ان ما فيش فايده لاي فايده هيحطوها، لان في الاخر هتخسر برضه في شهادات الاستثمار. يعني انا ممكن ادور على عذر الاكبر نجفة، اهو الدوله بتتبع فقه النجفات، مفكره مثلا ان ده اللي هينير الطريق للحكومه. انما يا جماعه ده بنك مركزي، يعني عنده كل ديون مصر بالارقام، يوم مكلف الدوله ميزانيه فرع جديد. ده فقه ايه ده؟ مش كفايه صرفنا على اكبر جامع في افريقيا 800 مليون جنيه؟ اجيب عين منين اللي ربنا يدعي له يسترها معانا بالبذخ اللي احنا فيه ده؟ انا مقدر ان احنا محتاجين معجزه من السماء عشان نخرج من الوضع الاقتصادي اللي احنا فيه، بس يعني المعجزات ما بتجيش بكبر الجوامع. المشكله ان احنا ما سكتناش لحد هنا، ورحنا عاملين اكبر منبر في العالم ودخلنا موسوعه جينيس بمنبر ارتفاعه 16 متر. 16 متر فعلا؟ شايفين الرفاهيه؟ الامام هيطلع باسانسير وينزل على الترمزين زحلقه، اصلا الامام عقبال ما يقوم يخطب خطبه العيد وينزل من عليه عشان يصلي يكون العيد خلص. طب حد يقول لنا يا جماعه ليه الحكومه بتاعتنا مرفهه كده ومش زي دول العالم الاقتصاديه بتتبع فقه الاولويات؟ يعني ايه البعد الاقتصادي او الاستراتيجي من ان نصرف 800 مليون على اكبر جامع؟ طب مصرفهم على الغلابه وتقرب لربنا بجد. يمكن حد عاقل كده يطلع يرد علينا ويكون عنده مثلا رؤيه ومنطق احنا مش شايفينه وعنده حجه اقوى مننا. بنتكلم من امام مسجد مصر العاصمه الاداريه الجديده او المركز الاسلامي العاصمه الاداريه الجديده. ننزل نشوف دار. ننزل نشوف. يلا اتفضل. يا الله يا الله يا الله، في هذه الساعه الكريمه وساعة الاستجابة تقبل منا يا الله، انصرنا يا الله، انصر بلدنا، احفظ بلدنا، احفظ جيشنا، احفظ شرطتنا، احفظ رئيسنا يا رب، احفظه يا الله. الفكرة ده في القلب، في قلب العاصمة عشان يدي الثقل ان احنا دولة اسلامية، وبالتالي يعني الحمد لله رب العالمين ان احنا عندنا حاجة زي كده في العاصمة. يا جنوب افريقيا باين من عندك ارتفاع المأذنة؟ وصل لك ان احنا دولة اسلامية؟ لا انا برضو يا جدعان حاسس ان هي محتاجة تطول سيكة. الناس في جزر ألاسكا لسه ما وصلهمش ان مصر دولة اسلامية. فقط في مصر بناخد من المواطن ونفقره ونعمل اكبر مسجد عشان ننشر الاسلام وربنا يرضى عننا. فعلا يا جدعان الاسلام بالجوامع، من ساعة ما بنوا جامع في لاس فيجاس وهي وجهة المسلمين، العالم كله خلاص يبص لأمريكا ان هي بلد اسلامية. معقولة يعني عشان نثبت ان احنا دولة اسلامية دفعنا 800 مليون؟ طب ما كنا علقنا مصلية على مدخل العاصمة وناس كانت هتعرف. يعني انا عايز اعرف حاجة، لو ما كناش بنينا الجامع ده كان المصريين هيتلخبطوا يكونوا بوذيين مثلا؟ طب والحديقة الكبيرة قوي ديت اللي قدام المسجد دي ليه؟ عشان نثبت ان مصر دولة زراعية، دي من عندنا. بس انا برضو عندي عتاب صغير للاستاذ احمد موسى، يعني لفيت ودعيت لكل الجهات التنفيذية وما دعيتش دعوة واحدة للشعب. انت متأكد يا احمد ان انت بتحاول تتقرب لربنا مش للحكومة؟ حس احمد هيقول المهم تبقى مسلم ولا ملحد، المهم تيجي تصلي الجمعة هنا تدعم مشاريع الحكومة. ده انا ساعات بحس ان هم بيودوا العاصمة الإدارية كده عشان يجرب المشاريع الجديدة. لا خش يا احمد صلي ركعتين في اكبر جامع، وانت خارج العب في اكبر ملاهي ترفيهية. قبل ما تروح يا احمد شايف سير العالم الكبير ده؟ يعني انا ممكن افهم انه بيعمل كده في العماير والمولات، يعني بيعمل دعايه يشجع المستثمرين، انما ايه الدعايه اللي ممكن احمد موسى يعملها للمسجد؟ ده حتى يندرب تحت الدعايه المضاده. طب مين غير احمد موسى يا جماعه يقدر يجاوبنا على السؤال بتاعنا؟ احنا ليه مش بنتبع في الدوله فقه الاولويات ونصرف على تفاهات؟ الموضوع بسيط، عايزين نعرف ازاي نبني مسجد بمليارات في ظل الازمه اللي احنا بنمر بها دلوقتي. في افتتاح لمركز ثقافي اسلامي، والمركز الثقافي الاسلامي بيضم مجموعه من المؤسسات اهمها مسجد مصر، وبدأ الناس تتكلم على انه مسجد مصر بهذه الفخامة ليه يعني؟ طب انتوا شفتوا يا جماعة النجفة اللي موجودة ده غالية جدا، ازاي البلد وهي في حالة تقشف تعمل هذا الكلام؟ احنا لاقيين فلوس.
ده الأسئلة اللي اتقالت والكومكسات اللي اشتغلت والتريق اللي اشتغلت. المسجد ده من 3 سنين بدئين شغل فيه. اتخذ قرار بناء أكبر مسجد وأكبر مئذنة وأكبر نجفة في وقت سنة 20 وإحنا كنا في بحبوحة من أمرنا. هل حد عاقل دلوقتي يقول أنا هبدأ أعمل مثلا أكبر حاجة وأعمل أضخم حاجة وأنا معيش فيه؟ أكيد لأ. يعني لما تدرس قرار أو تقيم قرار قيمه في ظروفه. إمتى تم اتخاذ القرار؟ كنا في بحبوحة. ده مصطلح اقتصادي يا نشأت ولا اسم مصر؟ كنا في بحبوحة من أمرنا، يعني لما زودت عليها من أمرنا كده بقيت مثقف يعني. بس مع حق يا جدعان، الأوضاع من 3 سنين كانت بحبوحة خالص. ليه بس بتفكرني بأيام ما الجنيه كان ب$20 يا أستاذ نشأت؟ يا فاكر يا مواطن من 3 سنين لما كنت تقبض $2000؟ فاكرين العربيات اللي كنا بنصنعها ونصدرها للعالم كله؟ راحت فين العربيات دي؟ قعدنا نصدر فيها لحد ما شحت من مصر خالص. فاكرين لما كان عندنا فائض من الموازنة العامة فبنبعته معونة لليابان، فضلنا نبعت معونات لحد ما فلوسنا ما خلصت. انا شايف بعد كده يا جدعان بيكتبوا على ظهر البلد زي التكاتك كده اللي هي الحلوة بحبوحة بس من جوه مجروحة. ايه ولا يوم من ايام البحبوحة يا استاذ نشأة؟ هل حد عاقل يقول انا هبدأ اعمل اكبر معقولة ولا اكبر سري علم ولا اكبر مدينة ترفيهية حتى ولا يعمل مجلس نواب جديد ب$7 مليار ولا بنك مركزي تاني؟ اكيد لا. ليه مشيها يا نشأت بالمره؟ وكمان 3 سنين بقول كنا في بحبوحه من امرنا. بقول لك ايه، ده احنا ممكن نعمل اكبر بحبوحه في الشرق الاوسط. ايوه يا جدعان، احنا فعلا لازم نسمع كلام نشأت ونقيم اتخاذ القرار في ظروفه. مش جايز كانت بحبوحه من 3 سنين واحنا مش فاكرين. ده من 3 سنين ده مش بعيد، اللي هو 2020 لما كانت ساعتها الكورونا مبحبحاها في مصر والجوامع بتتقفل، فالحكومه قررت ساعتها تعمل ايه؟ تبني اكبر جامع. طبعا وهنروح بعيد ليه يا استاذ نشأت؟ ايه رايك انت بنفسك تفكرنا بالمرحله البحبوحه ديت؟ دي من 3 سنين بس. اكيد انت اكتر حد فاكرها. فكرنا يلا. احنا مش في بحبوحه، بحبوحة بحبوحة. انا بقول للمجتمع لم يعد هناك لدينا يعني بحبوحة. الحكومة فقيرة، الاقتصاد المصري اقتصاد يعني مش قوي، احنا مدينين بكام تريليون. الظروف صعبة الظروف ضاغطة احنا ظروفنا صعبة، الازمة الاقتصادية طاحنة جدا. مالك يا صاحبي احكي لي. الازمة كبيرة يا جماعة، ظروفنا صعبة جدا. البلد دخلت غرفة عناية فائقة، عندنا ظروف ضاغطة اقتصادية بسبب أفعالكم. أنا بقول للمجتمع ظروفنا صعبة جدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ابني يا ابني أكبر مسجد في أفريقيا عيط فيه. أعمل لي أكبر مدينة ترفيهية تنسيني 160 مليار ديون. لا سيبكوا بقى خالص من فقه الاولويات، هنبدله بفقه البحبوحات. بنصرف على الحاجات اللي محتاجه بحبحه بس، يعني مثلا ساري علم صغير نكبره ويبقى اكبر ساري علم مبحبح في العالم، نجف الجامع نبحبحه يبقى اكبر نجفه في افريقيا، بدل ما نعمل برج عادي نبحبحه يبقى اطول برج في افريقيا. اوكي مش هيدخلنا من ضمن اكبر الدول الاقتصاديه، بس هيدخلنا موسوعه جينيس في البحبحه. بجد يا نشأت بحه يا يوسف عيب. لا بقول لك ايه، ما تخلينيش بقى اطلع لكم الشرشوحه. قال لك من 3 سنين كانت بحبوحه، مش مديونه يعني؟ مش مديونه. اصل ما كانش في حاجه متبحبحه علينا غير الديون. ربنا يستر بقى عشان بقينا دلوقتي في مرحله عيب يا نشأت عيب. بدل ما تبرر البذخ شوف المسؤول عن الظروف الاقتصاديه الصعبه ديت. عندنا ظروف ضاغطه اقتصاديه بسبب افعالكم. انت اللي خدت القروض ونزلت لعبت بقى بلياردو يا شعب. ليه كده يا جدعان؟ بسبب افعالكم. انتوا مستغربين كلام نشأت؟ لا ده بيسال سؤال كده زي السلام عليكم، اللي هو احنا مديونين بكام تريليون اصلا ما بقتش عد. انا دلوقتي مش عارف هو احنا يا جماعه كنا في بحبوحه ولا لا، اصل انا حاسس ان انا بكلم شخصين. لا يا نشأت لا ما عجبنيش فقه البحبوحات ده بصراحه. لا كنت مفكر ان احنا في مصر ممكن نبقى زي دول بره كده ماشيين بفقه الاولويات، لكن واضح ان الدوله ماشيه على فقه تاني محدش فاهمه. فقه فيه احمد موسى داعيه بس مش بيدعو للاسلام، بيدعو للحكومه. فقه فيه البلد مديونه ب 160 مليار بحبوحه عادي، عايشه فتره رخاء تسمح ان احنا نعمل مسجد ب 800 مليون. فقه اقتصادي فيه الميزانيه مش مكافيه تعلم الشعب ولا توفر له خدمات صحيه. الميزانيه اللي محطوطه للتعليم والصحه مع بعض 280 مليار معظمهم حتى بتتوزع على الاجور المتدنيه مش الخدمات. لكن المقابل في $400 مليون مصروفين بس على الطياره الرئاسيه ومليار جنيه على الشيبس والمقرمشات. بس احقاقا للحق الكلام ده يا جدعان كان من سنه وقت ما كان اقتصاد مصر بحبوحه ونصدر طيارات لامريكا.